إن حقوق تيبل بلور كان برلمان كبرلمان كنا عد أغلبية لكو أنصحية إن حقوق تيبل في منطقة لبب لبرجسان وحي عضين سدول الديتوبيا إن أجر واقص تي دجال كي كده جبل كتجرى إن وها جبل جبل دجال لجوه على كسمي مرنا صورة جلها إن ولا أولاد دويسي تاج من دول الديتوبيا إن ودك ست أمر يسوي تيبل في لجوس الحرق جلين كنا وعن وانا كسان دلها هانتين بيخيارتها وذا نقل حري داي ميل كاستي ودول ذا كجوكتان ومركلي وحبين تاني فاقدة دوحنا دا وضيع برنامج كنادي رضا كوساري دونا هدو ربيد موقضة بحيسة بضان واي كميديين برلمان كهير فدرالي دل كاسي ثوبيا أوليس كارجج حصدا كساري جهدي تي بلفين دوال بدقال كحوقن كل جرتي دل كاسي ثوبيا يدو الله تلما بيسيدو كلا إن محابيستي سياسة دو حدنا يفراها بدنا كوي تي بلف يكوي علاقة الله لها ريو عبدي محمود عمر عبدي إلى إن لسيد دين دونا هدو ربيد مسيرا يشيغان إلى حقوقا لو كسوغان مقالة هذه سببا بنام بحيا ووينو يديك أيان ججب كي تي بيلف كودا وعمي أيا كسوغا مقالة مقالة قبل كتكريغا بوغي وصو ساري رجل زيارة حد الكاسي ثوبيا أيا حبين كي حاليها قومي دور مدوحاي هوتيل شيروتون عقوق قبطي قرع ستدا كسو جيدا دل كاسي ثوبيا وحنا لو روية لعق لح بقل او مليان او بركرو دافي ستاسو الوهر مرنية بيرها عافي ماد كي يولي بوح برشدا ديگان كاورا مر ميشا دولة ديگان كسو ماندي دا تالا لوغا دي سايا حبشي دي دقال كي كودا وعمي عمبا بكوبو برتي كون ايا سقال بقل تدباتن يا تدباتي كدي مركي وو جبهة دي دوليو اسالفي يولي بدولة دي وهو قامين جيري محمد سياد بره الله ونحرسته او دقال بحمري قميستيه دلكاسي ثوبية واح نكي لغم مقا عابي جري حيلا مريمي وطبقا لها ايه نور راعي دورو هاي كبيريين هاتم وحا دقان عرس او كالسعودة دوليد كم مقالة الله سعانود قارهان اقا مراقا يدو ولي بالله الماما يروب حوقر انو ديغان كاسي كدا ايه ايه دانا وحا للسولد تاقي قمعها ايه سوركا قدوم بدات ايه كوكا لو حيسا بدنا ايه ان داوضي البرنامج كينا كو قادا ديغي دونا هدو ربيد مو برنامج كا وحا ايه لقيم قادنا ايه صاحب كيشي ده ايه ولي با قوني او انت بدن كفا لو ده حالة ديه يقود دن بيه يقود ايجيس كافريكا بلسة وحام كوب اللابي دونا صاحب يال واركي يقود دن بيه دل كاسي ثوبية صاحب كشيري شلو وحا جرتي ان دوالبا انتي بيرفي دولة دي توبية ودقال ده مريي كدبنا الوصو افجري وده هذا اللو كد عي دل كاسي كونفور افريكا يا مقالة دن نيروبي وحانا الليسك ارقق حسدو اي كسارن بارلمان كدل كاسي ثوبية جبهة دي تي بيرف سيدو كلا وحالة تلمامي إلا سيدين دورا قود أهم با محابيستو حرنا دو كم بي هاي أبدي لي بل أرنتا كو شعر أدي ياد بابا ما صنقى فرقو دو هاي أرنتا كسو يا دي أدي سببا وأرنتا دوين تيدا مدن هاي دوين هاي تور بينا كوهر سيدي دونتا إن مركلة أي حقوقة تي بيرف أدي سوى يمادان أما فقرياشا سياسة دا دوين هاي تور بيا أي كوي يمادان دا مانا قاد أمارا يكين غيان قدها ما هيدا دولة فترة عقل نوعيدا كندوين هاي دولة دي توبيا سيدا ودوكسون يهبا دقال حوقن أياد أحمل أيها حوقة تي بيلا والله بصنا سعودي ودلوينها يتوبيا خسارة وين سوق جارسي أما قبيها مالليك دلوينها يتوبيا سياسة دهان يرى غالهان با وبابي مركة تي بيلا وقتي لساري يليس كان جارسدا ووقتي دقالة حلوسي أي كقرحان قبل كتكري اللي بدأ سنة سعودي أيضو حدنا أي نقول يسوا إن لبسنا يدور بلد كذب أي تي بلف أي نقول الدران نمن مواطنينا والسياسة دي تو بحل كذا من كرا كرسنا وتر تم كرا سياسة دنا قيمتها كذا من كرا برلمان كتل كي تو بيا أي ما أنت برق المجلس كوي يا ري لوجون الباقي إلى حقوق تي بلف أي ليس كارج سلك سهران تي بلفنا أي هي ما أنت لقى بلاو مواطنين حق ولا تمر هي تو بيا حقوق ضادنا كهلا أيضا أنت لا هوت لقى حريقي إلا سيدين دور سراكيل أدو تربدن oo xulafo lahaa xogga tiibelaf qoomiyada ay doonaan ba ka soo gala jeedaan Ethiopia tiibelaf haye xilka haysay waraan 27 sano ayadoo saaxiibayaal badan iyo taageerayaal iyo siyaasiin badan ba fikradooda kala dhigay sida deegaanka Soomaalida oromada afad ama gudahan ba andahno dalweynaha Ethiopia inay ku leeyihiin xulafo aad u ballaaran oo kuwa dowladda Ethiopia hadda la shaqeeya oo isqarinaya iyo kuwa xabsiyada ku jira ee kuwa dalweynaha dibadda kaga baxsadaba waxaad oo dhan waxa ku jira liis diyaar ah cid kasto xoogga tiibeer lagu tuumo in ay xiriir la leedahay ama ay calaqaad mar uu u dhaxmaray intii abi axmed isku dhacan xabsiga ayaa loo dhaadhay marka maanta laga bilaabo waxa u maleeyneysa inay siyaasiyiin badan ay neefto kasoo go'i doonto siyaasiyiin badan oo isqarinaya siyaasiyiin badan oo hoteelada hoos taga ahna siyaasiyiin badan oo aan maalinta harku cad ama dayax soo jeeda aan magaalada Addis Ababa iyo deegaanada qayb ka mid ah aan booqan karin
oo laga urinay inay TPLF yihiin hoteelada hoos kaga xirna inay hadda ay naftiga baxday maanta ay banaanka soo bixi doonaan siyaasiin badan oo ugu yaraan 6 sano dalka ka maqan oo dalka dibadiisa u cararay inay mar kale ay guriyoodii iyo ciyaalkoodii iyo arrooda dib ugu soo noqon doonaan marka arintaas dad badan ay nasdaha u jirtaa dad badan ay soo dhaweeyay Itoobiya ka dhanba soo dhaweeyay marka hawshaas waa hawl fiican talaabada hor qaaday baa laga dhigay Dr. Abiy Ahmed ee aad iyo aad badan mahadsan tahay waxa jira in la soo deyn doono maxabiis far badan oo muddadaasi uu dagaalku socday la xirxiray waxa kale oo la sheegayaa la tilmaamaya warar naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa inay ku jiraan Cabdi Ilay iyo waliba kooxii isaga ka agda dhawaa oo qaar ay la xiran yihiin marka arrintan maxay kugu muuqataa arrintan inuu Cabdi Ilay iyo siyaasiin badan oo Soomaaliya oo ku xiran Addis Ababa in la sii deyn doono waa mar ramadan maxaa yeelay cabdi maxamed cumar iyo ra-iisul wasaaraha ethiopia wax khilaaf oo weyn oo ka dhexay ma jiro hase yeeshee xoogaga deegaanka soomaalida jooga mustafa maxamed cumar ugu horeeyo iyo axmed shido addis ababa jooga ayaa waxay ku andacoonayaan cabdi maxamed cumar fikradda tpl uu lagsan yahay suurtagal ma aha in maanta cabdi intii la sii daayo ay soo bixi doonaan xoogag badan oo isqarinayay oo tpl fikradeeda aaminsan oo dhahaya madaxiin lagu sirayaa xabsi ku jira laakiin ugu mahadli kartaan in ay maanta soo bixi doonaan in ay deegaanka soomaalida jiraan saraakiil badan ama ciidamada ku jira ama ku jira hay-adaha noocyada kala duwan oo tpl fikradeeda aaminsan hadda shahaada isqarinaya marka haddii tpl diiska argagixisa laga saaro cabdi wax xabsi loogu sii hayo oo hadda weyn ama dowladda ethiopia uu dhiba ku haynaya male wuxuu noqon doonaa muwaadin ka mid ah dalweynaha ethiopia xuquuqdiisa iyo yeeli doonaa waana la siin doyn doonaa siyaasadna wuu istaagi karaa wuu tartami karaa madaxweynuhu siyaasadiisu gali karaa shacabka deegaanku la wadaagi karaa fikraddiisii siyaasadnimu soo ceshan karaa dowladdu dib ugu soo laba noqon karaa maxaa yeelay liiska argagixisa laga saaray wuxuu isku dayuu sidii ula janqaadi lahaa maadaama xisbigiisii liiska argagixisa laga saaray sidii dowladaha ethiopia loola janqaadi lahaa ama dowladdan dr abiy axmed loola janqaadila wax loola qaybsan laha unbaa laga shaqeynaya lakiin hadda wax gaaro cabdi keligii ku sii haynaya xabsi ma jiro waana la sii dayn doonaa qorshihiisana way ka socotaa addis ababa ragga habeena dhaar buu taagan baa jira sidii cabdi loo sii dayn dara loo sii dayn lahaa haddana barnaamijkii lagu sii dayn lahaa cabdi miiskuba saaraaba olredi miiskuba saaraa hase yeeshee waxaa dib u dhigay inay cabdi la sii dayn waayo in balamay warbaahintu ayay ka hadlaysa inay cabdi la sii daynayo oo mar uu soo baxay reerkiisa u soo booqday saraakiil ciidan oo la xineed ee qaybo ka mid ah dhowaan ay soo baxeen ay walaal isaga joogaan ayagoo welina laga uri maadaama liiskii argagixisa raggaas ay saraakiil tblf la shaqayn jireen ay weli ku sugeen addis ababa aynu deegaanka soo gaarin hase yeeshee hadda laga bilaabo dembi lagu socday ama lagu xiray aynay jiri doonin guryahooda ay iman doonaan marka cabdi miiska uu saaraa siidayntana waxaa dib u dhigay maadaama tblf loo qabtay inay dowlad ku meel gaara soo dhisaan dowladda ethiopia la jaanqaadi karaa ay soo dhisaan inay liiska argagixisa laga soo dhaeg ay ka horreysay marka ayagoo liiska argagixisa ku jira mayna suurtagelaynin inay fagaarayaasha siyaasadda iyo dalweynaha ethiopia ay dhexmar ku sameeyaan maadaama maamuladu ay sharci weynayn iyo hay-adaha dowladdu ay sharci weynayn liiska argagixisa ku jira inay qabtaan waqti kasta ay fursad u siinaysay marka maanta laga bilaabo cabdina uu soo baxayaa saraakiisha kalena way soo baxayaan dalweynaha ethiopiana waxaad moodaa inuu sanad cusub bilowday aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa jira in banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada Matala kuwaasi oo ay degayaan jajabkii muddada labada sano ahaa dagaalka kula jiray ambaba ku dhaawacmay ee dowladdu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed xilligii tblf marka banaanbaxyadaasi maxay salka ku hayaan banaanbaxyadan waxay salka ku hayaan xuquuq la-aanta iyo dhibaatada dadkaasi gaadhay gobolka Tigray sida la wadaogsan yahayba waxaa baaba-ay kaabayaasha dhaqaalaha guud ahaan gobolkaasi lama dhihi karo wax nidaam dowladeeda ka shaqeeya lama dhihi karo jamhad baa joogta tblf la dhaho oo ayadoo xeryaheeda iyo waxay doonta ka samaysay gobolkaasi ayadoo gobolkaasi guud ahaanba ay baabaceen bangiyadii isgaarsiintii kaabayaasha dhaqaalaha inana guud ahaanba wax bini aadmiho xuquuq oo gaaraha ee gobolkaasi ama dhan dowladeed ka helayaan ayo hadda caafimaadkii uu gabaabsigaya gobolkaasi